تعرف على شرط العميد طارق صالح مقابل مباشرة عمله في محافظة عدن، فلنتابع التفاصيل. كشفت مصادر عن تقديم العميد طارق صالح طلب للرئاسة مقابل مباشرة عمله من عدن، والشرط هو إرسال قوات تابعة له إلى عدن لحمايته أثناء تواجده في المحافظة. وأضاف أن طارق صالح لا يثق بالقوات الأمنية التي في عدن ويريد أن تتكفل قواته بحمايته. وأصدر طارق صالح توجيهات لقياداته العسكرية في بير أحمد بعدن للقيام بجميع الإجراءات الأمنية اللازمة.